اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا يا رب. وزي ما متعودين كل يوم ان احنا صفري وابور بيصفر في محطه معينه ومحافظه معينه، والنهارده صفري وابور عند محافظه البحيره. تعالوا ناخد تقرير صغير عنها كده ونيجي بعد اكلاتها، يلا بينا. ورحنا البحيره وجمال البحيره وناس البحيره الحلوين، طبعا بعيد عليهم كلهم نفر نفر، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين اهلي وحبايبي والمجتمع والناس. جبت بقى وصفات طبعا من عندهم، وعايز اقول ان البحيره قريبه جدا من اسكندريه، قريبه من القاهره، يعني واخدين اكلات كلنا زي بعض، يعتبر مش بعيده عننا خالص. فالوصفه النهارده اللي هعملها فتت كوارع. فتت كوارع دي يعني في ناس اساسي عندهم وفي ناس لا، يعني في ناس في البحيره فتت الكوارع موجوده وفي ناس بياكلوا الكوارع كده مع الرز مع فته عاديه مع كل حاجه. فالنهارده هنعمل لهم لمحافظه البحيره فتت الكوارع بطريقه حلوه جدا ولذيذه وسهله، وكل اللي ما بيحبش الكوارع هيحبها. طبعا احنا عارفين قد ايه فوائد الكوارع، وطبعا كل بقى اللي بيذبح عنده كوارع فتعالوا ايه نشتغل مع بعض. اول حاجه بنجيب الكوارع بنغسلها حلو جدا، وطبعا بتتكسر الاول، تغسل حلو جدا ونسلقها سلقه محترمه، لازم تتسلق سلقه حلوه قوي. في منها انا خليت شويه بالعظم عشان في ناس بيحبوا اللي بالعظم، وشلت شويه عملتهم بايه من غير العظم، شلت منهم العظم كده شويه، يعني ما يبقاش كل الطبق بتاعنا كله عظم كده بس، لا نخلي شويه العظم اللي ملوش لازمه في الكوارع، وخلي شويه اللي فيهم بقى ايه البهاريز اللي بيقولوا عليها دي، زي كده شايفين البهاريز دي، هي دي البهاريز. ماشي، النخاع، النخاع بتاع الكوارع. انا بقى جايبه ايه عشان اعمل فتت الكوارع دي؟ سلقناها، محتاجه شغلانه مش محتاجه شغلانه، بنسلقها بس حلو قوي كاني بسلق لحمه، سلق جيد لغايه ما تحسي ان اللحمه دي كلها استوت حلو قوي. تمام، جبت رز ابيض، عملت رز ابيض، العيش حمرته في الزيت او في السمنه، عندي عصير طماطم وشوربه وتوم وسمنه وخل. الله، ما انت تعملينا ايه ما كل حاجه معموله؟ لا، ما الرك بقى هتركبيها ازاي وتخلي الكوارع دي اللي ما بيحبهاش يحبها ازاي؟ تعالى اقول لكم. بصوا بقى، احنا عندنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي رز ابيض، مش محتاج ان انا اوريكم بتعمل ازاي، دي في الايام العاديه، احنا في عيد دلوقتي فعايزين نخش في المعاميع في الحاجات الاصيله يعني. بصوا بقى، انا هنا طبعا كل ما بتسوي الكوارع حلو كل ما بتبقى احلى، كل ما تسويها حلو كل ما تبقى احلى، يعني كل ما تتهري كده. فانا دلوقتي سلقتها حلو جدا، في حاجتين بعملهم، في ساعات لما يكون الكميه كبيره بدخل الفرن، انا هنا الكميه عندي معقوله، يعني انا جايبه كده ايه اتنين، يعني اتنين جوز كوارع، فده ممكن يتعمل في طاسه عادي، عشان انا كده خليت منه شويه عشان ما يبقاش كله العظم. طب انا لو عايزه لا ما اعملوش كده، انا عايزه ادخله الفرن، هوريك ده وده. هنعمل اول حاجه طشه الفت عادي جدا، اللي هي سمن وتوم وخل. تمام، تعالوا سمنه، انا هنا عامله الرز عامله كل حاجه، ولكن فاضل لي اطعم بقى الفته دي ازاي، مش زي اي فته، يعني دي مش تبقى زي اي فته، دي فته كوارع ولازم تبان ان هي حاجه مميزه قوي، والكوارع كمان بتاعتها تبقى مميزه. فهنجيب معلقه سمنه كبيره، وهنجيب معلقه توم كبيره كده، مع كل دقيقة او فرماه، انا مش عارفه بتطشش ليه بس يعني ما علينا. هو انتوا طالعينه بميه ولا ايه يا ولاد؟ مش فاهمه في ايه. معلش معلش، حمر زي ما انت عايزه، ما تبهدليش لفه العيد. ترش بالخل، هناخد بقى الكوارع، شايفين الطشة دي اللي احنا عملناها قليلة ازاي؟ هناخد بقى ايه ننزل فيها الكوارع. انا كده بخلي طعم الكوارع وريحتها حاجة تانية، الحاجات الصغيرة دي اللي بتفرق معانا. ماشي، وادي اللي انا خليتهم، اللي انا خلياهم دول اكتر من اللي انا حطيتهم بعضمهم، بس عشان يبقى عندي مكان اعرف ايه يعني احمر فيه ده. لو انا هدخلهم الفرن
وعايزاهم كلهم بعضمهم خلاص عادي جدا ممكن تعمليها. طب ازاي؟ زي ما انت بتقولي زي ما بقول لك كده. ازاي بقى؟ هقول لك انا ازاي. دي ان انا مثلا بعمل العجينه عاديه خالص، بعمل صلصه الفته عادي جدا، خل والثوم الاول، السمنه والثوم والخل وعصير الطماطم. طيب ايه بقى اللي انا اعمله؟ اروح حاطه كل ده، كل الكوارع دي في صينيه، وارش عليها صلصه الفته وادخلها الفرن. بس بس دي طبعا احلى، اللي انا بسبكها معاها دي احلى. انا بس اقلبي كده الثوم الاول مع الايه كده، بنقلب كده الكوارع مع الثوم. ماشي، هناخد هنا العيش، انا عامله طبق فته محترم اهو. العيش الاول، واخد كبشه شوربه، مش كتيره كده كده لسه هغرقه، بس بله بسيطه كده بين الشوربه بتاعت الايه الكوارع، شوربه بس. ما انت بتحط صلصه فته، لسه هينزل على صلصه الفته. اصبروا عليا، اصبروا عليا. خلاص هنزل بقى ايه؟ عصير الطماطم. ماشي، واسيبها تتسبك. حلو الكلام، سيبها ايه تتسبك. هنيجي هنا على ما تتسبك هناخد احنا الرز بقى ونحطه على العيش اللي حطينا له شوربه. احنا كل ده لسه العيش هيشرب، ما تقلقوش خالص، والرز وكل الكلام ده من الصلصه دي. فين صلصه الفته؟ هي اللي مع الكوارع، هخليها تغلي معاها شويه والكوارع تشرب الصلصه دي، هتديكي بقى ريحه جباره، هتعملي احلى طبق كوارع او فته كوارع ما اكلتهوش في اجدع محل بتاع كوارع، صدقوني هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. التسبيكه اللي انا عملتها دي، انا خدت الكوارع الاول سلقتها حلو قوي، هحكي لكم من تاني عشان لسه فاتح معايا متاخر، انا عارفه عيد بقى وكل ملخوم في الفطار والغدا والكلام ده، بس دي حلقه يعني وصفه مهمه، كله عنده كوارع وكله عايز يعمل الكوارع ومش عارف يعملها ازاي. تمام، حاولي تخلي الفته مش سميكه، يعني مش تعمليش الطبقه كبيره قوي، لا خليها كده ماشي رقيقه كده، طبقه عيش طبقه رز عشان تشرب من ايه؟ من الصوص بتاع الكوارع. تمام كده، انا كده هسيب بس ده يتسبك عشان اطلع فاصل، وهنكمل مع بعض الفته اهي زي ما هي ماشي، وهسيب الطبق ده كده عشان نكمله بعد ان خلاص انا كده خلصت يعتبر، بس هسيب الصلصه بتاعت الفته دي تتسبك مع الكوارع شويه، وبعدين ازود لها شوربه، وبعدين احطها على وش الايه الرز والعيش، ويبقى كده كلتي اجدع فتة كوارع. اطلع فاصل، شوفوا بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، طبعا الكوارع لسه لغايه الطماطم ما تتسبك، فطبعا كل ده الكوارع بتشرب من صلصه الفته، انتوا واخدين بالكم من النظريه اللي بقولها لكم؟ يعني مش مجرد ان انا بحطها عليها بس وادخلها الفرن تتحمر، لا انا حطاها مع صلصه الفته تشرب معاها، فعلى ما تتسبك الطماطم الكوارع دي تبقى حاجه تانية خالص ومستويه تماما، انتوا واخدين بالكم؟ تعالوا بقى نعمل وصفه من وصفات البحيره، وهي رز المعمر، هم مشهورين جدا بالفطير والرز المعمر. طيب رز المعمر بقى بتاعهم نعمله ايه؟ نعمله باللحمه، احنا في العيد ماشي، هنعمل لحمه كتير؟ لا، حته اللحمه كده بس هنقطعهم جواها، او بيعملوا من غير لحمه بس انا هعملهم بلحمه، جربوه معانا بقى يا بحيره ماشي. عندي هنا رز، دول حوالي طبعا حسب ما انت عايز، 3 كوبايات 4 كوبايات 5 كوبايات زي ما انت عايزه، المهم ان قد الرز بيبقى ايه لبن وميه قد مره ونص، يعني هنا عدت 3 كوبايات من الرز، كوبايتين من اللبن، كوبايتين من الميه، لا ما فيهاش بصل يا جماعه، سمنه وقشطه ولحمه
ما فيهاش بصل خالص، دي سهله جدا جدا جدا. بنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى عشان اعمل لكم حاجه كده، طبق جانبي طبعا احنا في عيد، فهتلاقي بقى كل دابح بقى واللي عنده لحمه واللي بيجيله لحمه والكلام ده كله، فايه تعالوا خدوا حتتين لحمه من اللي سلقتوهم واعملوا معانا الطاجن الحلو ده. هناخد الطاجن، وساعات طبعا لما يكون الناس كتير والطواجن مش بتقضي بيعملوا في صواني المونيا كبيره كده ما شاء الله، عصرت كل ده اكيد. تمام. ادي كده السمنه اهو، تمام. هناخد هنا الرز وهنقطع، واحلى رز بقى في البحيره كمان، هنقطع عليه اللحمه فتفيت صغيره كده، نحاول نقطعها بدهن مش بدهن، حتى لو في دهن كده هننزلها تحت شويه. لا مش كده، خدي حتتين لحمه بس كده واعمليها جنب الاكل، ما انت لما تعملي قطعي اللحمه المسلوقه عشان تبقى ايه موجوده في كل الرز المعمر بتوع البحيره. طبعا اهلنا في البحيره بقى ما بيعملوش كده، بيحبوا الرز المعمر ساده، بس انا بقول لكم يلا جربوا معايا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم فيها. انا عارفه هم بيميلوا للطبيعه جدا، يعني اللحمه المسلوقه بملح وفلفل وبس والكلام ده كله، والرز المعمر باللبن وخلاص ساده خالص كده. فتعالوا لا اعملوا معانا الاكله دي لو سمحت، لو سمحت لانها اللي في دهنه شويه هنزلها تحت. ماشي، وهتلاقوا حتتين اللحمه مال الرز. تعالى انت كده لو فيها دهنيه حطوها تحت كده عشان تعمل ايه تسلي، ونقلب ده مع الرز كده، اللحمه مع الرز. ماشي، اكتر حاجه سهله في الدنيا الرز المعمر ده. الفرن طبعا مسخناه قوي، هنزل الرز اللي باللحمه اهو على، يبقى انا كده ايه دهنت الطاجن بالسمنه، خدت الرز جبت 3-4 حتت لحمه كده زي ما انت عايزه كميه اللحمه، وفصصتهم كويس قوي وقلبتهم مع الرز. حلو الكلام، حلو الكلام. هنجيب بقى هنا الميه، انا بوريك حاجه سهله خالص اهي، واللبن كوبايتين وكوبايتين. ماشي، ممكن نزودهم يا حبه لبن يا حبه ميه كمان. الملح مش كتير، ماشي مش كتير، بلاش تحطوا بهارات، بلاش تحطوا عشان ما نبوظش منظر اللبن والرز ما يغمقش معايا، هي مكوناتها بسيطة جدا جدا ومش محتاجة حاجة. تمام، وهنروح حاطين بقى القشطة ماشي، ممكن نديها شوية شوربة كمان، دول كده زيادة من عندي لو عندك. بس هندخلها بقى الفرن، هندخلها الفرن فين؟ فوق تحت الشواية، يعني لو انا عندي بيولع فوق وتحت خلاص يبقى احط من فوق، لا يعني على الوسطاني، لا فوق بس يبقى تحت الشواية. ماشي، تعالى بقى، بس انا عندي شغال فوق وتحت فمشغلاه على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح حطها. وكده خلصنا طاجن الايه، طاجن الرز، وده ينفع بقى اقدمه جنب ايه؟ طبعا ينفع تقدميه جنب لحمه مسلوقه عاديه، ينفع تقدميه جنب كفته مشويه، جنب لحمه مشويه، جنب اي حاجه ينفع تقدميه طبق الرز ده، بدل ما احنا عيد بقى وكده، بدل بقى نعمل رز عادي، لا ده من غير فته يعني، ده حاجه وده حاجه، مش هعمل فته وهعمل الرز المعمر، دي وصفه ودي وصفه. التانيه دي انا ممكن عايزه اشوي كفته جنبها، عايزه اشوي لحمه، عايزه اعمل اي حاجه جنبها طاجن الرز المعمر اللي باللحمه المفرومه. بصوا بقى تعالوا هنا، باللحمه المفرومه ايه؟ باللحمه القطع، ده احنا في عيد مفيش لحمه مفرومه. نحتاج على لحمه مفرومه، لا ازاي؟ لان نفعينا وسترينا. بصوا هنا كده اهو، حبه كمان تغلي، حبة كمان لسه عايزة أسبك شوية كمان، هي ممكن كفاية كده على فكرة، مش وحشة خالص، بس لو انت عايزة تسبك كمان حبة ممكن دي، بس شوية شوربة عشان يكفيني في الايه، احطها على، بس نشيل الحاجات دي كده من هنا، خلي القشطة والسمنة ينفعونا.
هناخد بقى الكوارع كده. انا خلاص حطيت شوربه وخليتها غير، زي ما قلت لو عايزه ان هي تبقى حمراء عن كده حطي صلصه، بس شكلها كده طبيعيه ولذيذه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تقع، حاسه حاسه كده يداك مش طبيعيه. فهنعمل ايه عشان نتفادى هذا الموقف واحنا في عيد مش عايزين ايه حد يتخانق معانا؟ اللحمه وقعت دي يا زلحه وسط. ناخد بقى كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط العظم على بعض ونحط ايه، طبعا عايزه تخلي كله اخلي كله، ده براحتك يعني. بس في ناس كيفه كيفه الكوارع، لا بيحبوها بعظمها. نوزع بقى ايه الصلصه دي كده واتفرج على الحلاوه، اتفرج على الحلاوه حلاوه. حطوا بقى خضره برده حواليها بقى، يعني كله خضار برده، خيار وطماطم والكلام ده كله، خيار برده كله، طماطم كله، سلطه خضراء دي مهمه جدا. بلاش الاكل بقى يبقى ايه، يبقى دسم بس، لا حطوا معاها حاجات خضره مهمه جدا عشان المعده. كله ترمس، كله حمص، الحاجات دي كلها مهمه قوي. وطبعا افرحوا وهيصوا، احنا في العيد يا جماعه تزوروا، وزي ما قلت لكم كل مره وكل مره بقول في العيد عيش اللحظه، عيش يومك، تمتع، خد اجازه من اي حاجه. وفي علمكم بقى لما تاخدوا اجازه من اي حاجه هترجعوا الشغل، هترجعوا حياتكم احسن بكتير، وهتلاقوا ذهن صيف صيف بقى صافي، تعرفوا تفكروا في حل المشكله او حل اي حاجه عندكم، تعرفوا ترجعوا شغلكم ب يعني باحسن، بمجهود احد اعلى، بفكر احسن. فمهمه قوي 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 ان احنا نعمل كده، يا رب نعرف نعملها. انا والله العظيم بقول لكم. تمام، ادي كده ايه الفته، وادي رز معمر في الفرن. هنطلع فاصل عشان نكمل بعد الفاصل بقيه وصفات من البحيره. يلا بينا فاصل ونور. ورجعنا من الفاصل وكل سنه وانتم طيبين طبعا. ودلوقتي بنكمل مع بعض وصفات من البحيره. بيقولوا لنا حاجه واحنا بنقول لهم حاجه وكده يعني، بس احنا حتى لو مش بتاعتهم احنا بنهديها لهم يعني. اللحمه طبعا دلوقتي احنا عملنا فتت كوارع، وقلت لكم ان احنا هنعملها بطريقه نخلي اللي مش بياكلها ياكلها. طيب افرضي مش بياكلها وصر على كلامه، ننكد عليه في العيد؟ لا، نعمل ايه؟ نعمل له لحمه معاها، وبطريقه برضو حلوه جدا ولطيفه، تبقى جنب فتت الكوارع، ياكل هو الرز والايه، وياكل معاها اللحمه، ياكل رز والعيش وياكل معاها اللحمه. انا يعني احب ان طبعا احنا في عيد ويبقى في ازواج كتير بقى في البيت مش عارفين مين بياكل ايه، ده بياكل ايه كده يعني. فهنحمر لحمه جنب الفته دي عشان نرضي جميع الاطراف، غير طبعا الرز المعمر المشهوره بيه جدا جدا البحيره اللي عملناه دلوقتي، بس من غير لحمه، احنا عملناه لهم بلحمه عشان عيد وكده. هنحمر لهم لحمه بقى، فايه بقى؟ هي لحمه وسمنه ملح وفلفل، دي تحمير عاديه كده، بس انا هزود لها فلفل. ده العادي بتاعنا صح؟ ده العادي. انا قلت احمر بس حتتين لحمه كده للي ايه؟ لا مش محتاجه مقادير، للي بس عايزين ايه ما ياكلوش. انا اصلا بعمل كده بصراحه عشان كنت انا عارفه يعني، لما يكون بعمل كوارع مهما ياكل بحاول اقنعهم فما يردوش، فلازم ابقى ايه ما نكدتش عليهم بقى وعيد وكده، وما فيش حد يروح يجيب اكل من بره ومش والكلام فايده كله، لا مش هينفع. طب نعمل وصفه تانية جنبها نراضيهم بيها، وهي ايه؟ لحمه مسلوقه محمره، وندلعها لهم برده عشان برده يبقوا ايه يعني راضيين. فهنجيب اللحمه
السمنه كده نسيحها ونحط قطع اللحمه ورشه ملح وفلفل عليها وهي بتتحمر كده. انا هحط لها قرن فلفل حامي يتحمر معاها، لو ما بتحبوش الحامي حط لهم فلفل عادي فلفل رومي. وحمريها حلو قوي، يعني خليها لهم متحمره كده جميله عشان ما يبقوش ايه زعلانين بقى. انتوا بتعملوا كوارع نفسكم بس؟ لا، قلت لا، احنا في عيد لازم نرضي جميع الاطراف. طبعا ممكن احطها في الفرن، يعني ممكن تحطها في صينيه في الفرن، بس برضه تحط لها سمنه والفلفل دي الاول. طب لو انا هحطها في الفرن بعمل ايه؟ بروح اطحق السمنه وحط فيها الفلفل سواء حامي او سواء رومي، فاهماني ازاي؟ يعني دلوقتي بروح حاطه، لا لو انا هعمل كميه كبيره، انا هعمل كميه قليله عشان عندي هنا فردين بس اللي هياكلوا لحمه عشان الباقي كله بياكل كوارع. بروح عامله ايه؟ حاطه اللحمه في الصينيه، اجيب السمنه واحطها في الطاسه واروح محمره فيها فلفل رومي او فلفل حامي واطشها على اللحمه وادخلها الفرن. فهمتوا بقى؟ انما دول مش مستاهلين، حبه صغيرين كده. صغيرين خالص اهو. ماشي، نقطة خل، نقطة معلقة صغيرة. دي حاجة حلوة قوي بقى، حاجة حلوة قوي. بس كده حمرنا اللحمه، الفلفل بقى اللي نحطه ده بقالين بتطير من حواليا. عيد ولا مش عيد؟ انتوا املوا شقه بلالين، كل ما حد يغص لكم البيت، اوضه الاولاد، الحاجات دي مهمه جدا جدا يعني. كده انا حمرتها، دلوقتي اشوف لها ايه طبق كده واقدمه عليها، لو عايزين تحطوها جنب الكوارع حطوها، انما انا مش عايزه برضو ازعل اللي مش بيحبوا الكوارع، انتوا عارفين بقى هم ممكن يحبوا ان هم يجربوا. يعني بعد ما يشوفوا بقى الروايح دي وكده هيحبوا ان هم يجربوا، فعشان كده بقول لك دايما الحاجه اللي هي مش مغصوبين عليها بتبقى حلوه قوي، انما مغصوبين عليها يا ساتر. انا هقطع بس شويه ايه فلفل الوان كده زي ما قلت لكم جنب الفته، عشان احنا دايما بنعمل فته وجنبيها الصلصه والشوربه وخلاص، لا هاتوا خضار، حطوا خضار، طماطم، فلفل، جزر، خيار، اي حاجه، الحاجات دي مهمة جدا، يا تقطعيها جنب الفتة يا تعملي طبق سلطة خضراء، بس اهتموا بالخضار جدا، احنا في صيف والحاجات دي مهمة قوي، مهمة جدا جدا يعني، عشان حد يجي يقول ايه معدتي وجعاني مش عارفة ايه اللي حصل، انا كلت لحمة بزيادة كده يعني. فهناخد الحاجات دي مهمة قوي، خضار مهم، لازم بالكل لقمه والتانيه خضار 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 خضار، اوصيكم بالخضار، ابشروا جزر، اقطع كده الفلفل ايه اخضر مع فلفل اصفر، نعمل لهم حفله الوان جنب الفته، غصب عنهم هياكلوا، ايديهم هتتمد عليها وهياكلوها، لو شورتي عليهم يقول لا 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 ما تعمليش في فته جنبها سلطه، ايوه ده في سلطه بتبقى في بيحطوا اغلبيه بيحطوا مخلل، بس انا حطي سلطه، السلطه احسن. خضار الطازه ده مهم جدا، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه، حبه فلفل احمر، لوني كده لوني، الالوان دي كمان كلها مجموعه من الفيتامينات ودي مهمه جدا، فيتامين سي وفيتامينات كتير ده اساسها يعني. كان يقول لك الفلفله دي تاكلها احسن من تاكل برتقانه ايام الكورس بقى. يعني بعد ما يحس ببرد كده كل فلفله،
كفايه فلفل من ده. ماشي. طبق الشوربه برده مهم. وهناخد بقى ايه الالوان دي كده على بعضها ونحط حوالين الفتة. طبعا احنا مش واخدينها على الشكل ده بس ناخد، ماشي، عشان تبقى فرض عليهم ان هم ياكلوا خضار مع الايه. طبعا عايز تعملي سلطه خضراء جنبيها اعملي، بس ده مهم انا عملته مخصوص علشان تفتكريه، وحطاه اجبار كده جنب الفته عشان اللي بيغرف فته يغرف معاها فلفل. فلفل حاجه حلوه جدا وحلوه قوي للمعده. نبص بقى على الفرن دلوقتي عشان ايه الرز المعمر. واجيب انا عايزه في وصفه ثانيه لازم ابدا فيها عشان ايه بتاخد شويه وقت. طبعا في حاجه حلوه قوي كنا بناكلها واحنا صغيرين في البحيره، وهي المفروكه دي عجينه، وبيعملوها كده بيسووها زي الرقاق، يقطعوها سهله جدا. انا بقول لكم الملخص بتاعها، ويقطعوها ويفركوها بالسكر والسمنه. احنا كنا بنفرح بقى فرح يا جماعه. كانوا كمان بيعملوها ايه، في طريقتين. الطريقه ان هم بيسووها زي الكسكسي على بخار الميه، وفي طريقه تانية ان هو في قوائل كل قبيله ليها طريقتها، وفي الطريقه التانيه ان هو بيسووها زي الرقاق الطري ويقطعوها ويفركوها. بس الاشهر في البحيره هي اللي بتستوي على بخار الميه، بتبقى حله وطاسه وحله وفيها مصفى وبيسووا فيها الايه المفروكه دي. انا النهارده هعملهم بتاعت القبائل الثانيه اللي هي بتبقى عامله زي العيش دي، اسهل واخف في الحر ده صراحه يعني. فجربوا دي وجربوا دي يا جماعه، ان هي القبائل دي ما تعرفش دي ودي ما تعرفش دي، كل واحد يعرف حاجه تاني خالص يعني. تعالوا بس هنا ايه، حاضر، بص بس على الرز. بصوا الطاجن بقى بتاعنا ما شاء الله، ماشي. تعالوا هنا. بصوا بقى المفروكه بقى هنا عباره عن ايه، الدقيق بتاعها ايه، دقيق العجينه بتاعتها، دقيق، رشه ملح، رشه سكر، معلقتين من السمنه، ماشي، معلقه كبيره او معلقتين، تمام. يا فراشي، وبعدين نعجنها وتبقى تستريح. انا بقول لكم على الطريقه بتاعت المفروكه الثانيه مش اللي زي الكسكسي. وبعد كده عندنا سمنه وسكر، دي الطريقه الاسهل والاشهر، مش الاشهر، لا الاشهر الثانيه صراحه. بس انا عارفه الدنيا حر مش عايزين نعمل اللي بمصفى. تعالوا بس نطلع طاسه علشان نشتغل عليها. انا هعمل بسم الله طبق صغنن كده، هي دقيق ورشه ملح ورشه سكر وسمنه. بس كده. بصوا دقيق اهي ورشة ملح ورشة سكر، ماشي، اوعى تقعي، وتقلبهم مع بعض. ومية للعجن. دي بقى الحلو بتاعهم بقى، ماشي. والحلو ده احنا كنا بنحبه قوي، وكنا بنحب اكتر صراحه من دي اللي هي زي الكسكسي، بس دي انا عجبتني قوي ان هي خفيفه، فقلت لا نعمل لهم حاجه خفيفه يجربوها معانا اهل البحيره الحلوين. تحياتي ليهم كلهم طبعا. نافر نافر اهو. لمت، اروح حاطه معلقه السمنه الكبيره او المعلقتين السمنه، يعني دي هرميه، دي معلقه هرميه، ماشي، معلقه هرميه، ونعجن كويس قوي 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 قوي. وبعد كده نعملها كور ونسيبها تستريح. الكور دي بتبقى قد رغيف العيش زي كده اهي، شايفين كده يعني. بسيبها بعد ما بعجنها خالص، وبعدين طبعا بتعمليها بايديك او بالمعلقه، انا بس بعمل نفسي عجان ماشي، اروح سايباها تستريح، اعملها كور بالشكل كده. مهم قوي اريحها. ليه مهم قوي اريحها؟ علشان
تتفرد معايا حلو، دي مهمه ما فيهاش خميره ولا فيها حاجه، فلازم اسويها فتكون مفروض معايا كويس. تمام اهي هي كده خلاص حلوه. او ممكن تعجنيها بس كمان، عجنيها كمان دقيقتين يعني، عجنيها بايديك كمان دقيقتين ماشي. وتعالوا بقى هنكوره وتبقى بالشكل كده. نطلع فاصل ونشوفها بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى العجينه اللي احنا عملناها واستريحت تفرد معاكي في منتهى البساطه والسهوله، سهله جدا. العجينه دي عملناها ازاي؟ جبنا 3 كوبايات من الدقيق، رشه ملح، رشه سكر، معلقتين من السمنه، وعملنا عجينه طريه حلوه كده. بصوا بقى اوكي. ورحنا ايه ريحنا. بصوا بتفتح منكم بتعمل ازاي، فرد فرده الجامده دي اروح واخداها على الطاسه السخنه، ماشي سهله جدا بقى جدا يعني. ممكن بس اديها رشه، ما شاء الله من كتر ما هي طريه حلوه مش ماسكه نفسها قوي، ف اديها رشه دقيق عشان ما تلزقش في الترابيزه. ونفرد، هي بتستريح تبقى زي الفل. انا بعمل لكم اسهل مفروكه، حاجه حلوه كده ايه لايقه مع العيد الكبير. ولاقي مع البحيرة كمان. أهلي وحبيبي والمجتمع والناس. رقق قوي. ماشي. نجيب بقى فوطة نظيفة كده. واحدة واحدة اهو. انا هعمل لكم طبق حلو كده ان شاء الله هيعجب بيه كل الناس، انبسطت وسهلته جدا جدا، كأنك بتعملي ايه كنافة حاجة كده بس حاجة بلدي يعني، بلدي بلدي يعني. ايه العيد فرحة واجمع الفرحة. نشدها بس كده بالراحه، ناخد الحروف. كده كده وغطي بس عشان ايه تبقى معايا في الخط، لازم نحطها كده ونغطيها كده ماشي. يلا ما بحطش حاجه في الطاسه، الطاسه ما فيهاش اي حاجه، الطاسه ما فيهاش اي حاجه خالص، ابسط من كده حاجه منتهى السهوله. تقول احنا هنقعد بقى نعمل في العيد، ايوه عادي يا جماعه عادي، احنا ما حاجه، ما دي حلاوه العيد وما عملناش حاجه، نعمل لهم حاجه حلوه كده بسيطه واحنا ثالث يوم اهو. يعني ايه خلاص بقى، اللي ذبح ذبح واللي اشتغل اشتغل، اللي ذاكر ذاكر يا اولاد، اللي ذاكر ذاكر كده بالراحه. نرفع العجينه، كل ما تكون رفيعه كل ما هتكون حلوه، وتاكدي على الحروف ماشي. اكدي على الحروف قوي. نفتح كده ونروح على الايه كده ونغطي. التغطيه دي بقى بتخليها ايه تستوي، البخار ده بيخليها طريه قوي اكتر. ماشي وادي كده
ثلاث كوبايات دول هيعملوا لك سيرفيس محترم من الايه؟ من المفروكه. طبعا البحيره يا جماعه، البحيره من المدن المشهوره قوي بالرز، الرز عندهم حلو قوي، والخضره، الخضره عندهم جميله. يعني انا عايزه اقول لكم، انا مامتي من البحيره الله يرحمها، فكانت طبعا انا كل محافظه بابا اللي من الغربيه. ركز بقى من الاهالي ما توقعناش بعض. ايوه انا مصر. انا مصر يا جدعان. ايوه انا طعم مصر فعلا. فمامتي بقى كانت في البحيره، كنا لازم كل صيف نروح البحيره علشان ايه؟ اجازه بقى في الشتاء ساعات عشان تزور مامتها وكده ونقعد معاهم. بس انا كنت يوم ما بكون رايحه البحيره عيد، يعني عايزه اقول لكم ما بنامش من الفرحه بالليل وانا رايحه البحيره بقى تاني يوم، من جمال الغيطان وقرايبنا طبعا وحبايبنا هناك. بس كان بيبقى عايزه اقول لكم الواحد فرحان فرحه ورايح هناك مش طبيعيه، يعني بحبها قوي. انا بابايا من طنطا وانا مولوده في طنطا، ولكن ما عشتش في طنطا وما شفتهاش، انما لان هو بابايا كان على طول، انتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده ان بابايا كان عمده واخد العموديه من باباه، فبابايا كان طيب قوي ما يعرفش ان هو يعني ايه يشغل موضوع العموديه ده، عايز حد جديد شويه. ف صح، انت كنت عايز تبقى عمده صح. فما قعدتش كتير هناك، يعني يا دوبك انا اتولدت في طنطا، قعدت سنه، الثانيه مشينا جينا بقى على المعادي هنا على طول، يعني من ساعتها بقى. انما كان كل فسحنا بنروح فين؟ بنروح البحيره عند بلد ايه؟ بلد مامتي الله يرحمها. وكمان يعني احنا بقى يعني نسلنا من الاشراف، يعني انا سلاله الحسين ابن النبي عليه الصلاه والسلام، دي مامتي بقى وكل العيله كده هناك يعني. فكان لنا بقى برضو يعني حاجه حلوه قوي هناك صراحه الحمد لله يعني. هبقى اجيب لكم البرواز بتاعي هنا، بطاقتي. عندنا شهادات يا ابني، شهادات في العيله وشجره عيله وهيصه. اي والله الحمد لله. الحمد لله. ف ويعني احنا كلنا بقى في البحيره كده، يعني عيله مامتي كلها. فالبحيره طبعا ليها معزه جامده عندي قوي. انا مش عارفه اروح لهم دلوقتي طبعا، مش عارفه يعني كده بتبقى كل شويه انا جايه لكم، انا جايه ما بروحش. كل انا جايه، انا جايه استنوني كده. قول غطي. تمام. نخلص دول بس كده. شفت لفرتهم سهل ازاي؟ مش حاجه صعبه خالص. بسطت البساطه زي ما قلت لكم. اهو لو عايزين تشوفوا الرقاق اهو. بس استنى نسوي دي كمان كده، وتعالوا بقى نحط للطاجن الرز القمر ده. كنت بقى بروح بقى كان طاجن، وكنت ايه لازم بقى مصحى بدري، يعني اول ما اسمع خبطه العجين دي من وانا صغيره لازم اقوم جري، اقوم من النوم جري. طبعا هم لازم بيعجنوا بعد الفجر على طول بشويه عشان قبل النهار ما يطلع والحر والكلام ده كله، فكانوا بيعجنوا بدري قوي. انا اسمع دب دب دي اقوم جنبهم لغايه ما يخلصوا خبيث كله وانا قاعده معاهم، ولا اروح العب ولا الكلام ده، لا. بسم الله بسم الله بسم الله. ادي الرز المعمر اللي باللحمه، اتفرج على الحلاوه ما شاء الله. وريحه الرز المعمر دي كانت بتجنني بقى، لغايه ما لقيت ان انا ينفع ان انا اعملها في الفرن في البوتاجاز العادي، ما بطلتهاش. نقفل بس ده شويه كده، نيجي بقى هنا ايه نسيح بقى حبه سمنه. بيحلوها بايه؟ سمنه وسكر، بيحلوها بسمنه وسكر، سمنه بلدي وسكر سنترفيل بتاع الشاي ده عادي خالص. سمنه نسيحها. اهل البحيره جربوا معايا الوصفه دي، انا عارفاكم بتحبوا اللي في اللي زي المتبخر كده زي الكسكسي، جربوا دي.
ان شاء الله تعجبكم. حطي بس المسيح وتعالي لي انت كده. هوب هوب هوب. خلي بس يهدى حبه ونبدا نقطعه عشان نعمل حاجه حلوه على قد الايد جدا جدا جدا. هدي شويه هدي شويه. بصوا بقى هناخد كده نرصهم كده فوق بعض نظبطيهم. ماشي تعالوا انت في النص هنا. حلو الكلام ده كده. هنمسك دي كده. بص بقى كده نبرمها كده. طبعا يعني انا عاملاهم كلهم عشان هم دول اللي انا عملتهم، انما لو عامله حبه اكتر لا بتعملي حبه حبه ما تعمليش. طبعا ده انا عامله حبه صغيرين كده مش كتير. لما انت بقى بنعمل مثلا ايه خمسه سته في بعض، خمسه سته في بعض ونبدا نقطع رفيع قوي. على قد ما ربنا يقدرك. شفت احنا عملناها مع بعض اهو يا جماعه، ولا اي حاجه ولا نسخه ولا غيره غير العجينه مستريحه بس. بس ريحه العجينه حلوه قوي قوي ما شاء الله. طبعا ده بيرجع برضو لايه؟ لنوع السمنه اللي في العجينه. نفرفع كده بقى اهي. رش بقى سكر وسيح سمنه كده واحطها عليها. شكرا يا بالونه. شكرا. شويه سكر تاني كده على الوش كمان احسن بتفركيها بالسمنه كده، بس انا شايفاها كده شكلها حلو. يعني ايه ان انت تقطعي بالسمنه، وفي كمان بتقطع مش بالسكينه بالايد، بس انا دي شكلها قلق صراحه. انما هما في الاصل مش بيقطعوها بالسكينه، بيقطعوها بايديهم كده زي كأنه بتفتي عيش كده، فاهمين ازاي؟ قطع قطع صغير كده بحط السمنه والسكر فيه ودعكها بيها وخلاص. هي كده هي قمر اهي. دي كده المفروكه بتاعت ايه؟ البحيره. بس كده. تعالوا بقى نطلع فاصل وهقول لكم عملنا ايه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وخلصنا وصفات العيد بطرق مميزه جدا، وهتبقى احلى اكل بتعمليه انت واحلى روايح طالعه من باب شقتك. احنا عملنا اول حاجه فتت الكوارع وعملناها بطريقه مميزه جدا، هتخلي الكوارع طعمها يعني اللي بيخش الكوارع زي ما قلت لك هياكلها. تمام. انا طبعا الريحه بتاعتها حلوه جدا غير اي كوارع. طعمها حلو قوي لان هي يعني مغليه كده في فتت في صلصه الفته. احنا عملنا ايه؟ طبعا رز ابيض عادي، عيش محمر عادي، بعد كده حطينا العيش المحمر سقيناه بشويه شوربه، حطينا عليه الرز الابيض. طب نيجي بقى للشغلانه الاهم، وهي ازاي نخلي الكوارع حلوه. الا الكوارع سلقاها كاني بسلق لحمه عادي جدا لغايه ما استوت حلوه قوي. تمام. بعد كده يا تفضيها من العظم يا تسيب العظم حسب الكميه اللي عندك. جيت اعمل صوص الفته، رحت حاطه التوم عادي حمرته في السمنه، طشيته بالخل، نزلت فيه الكوارع. خلي بالك من الخطوات دي مهمه قوي. نزلت الكوارع في الايه؟ في التوم والسمن والخل، قلبتها معاها شويه، بعد كده نزلت عصير الطماطم وسبتها تتسبك. حلو الكلام؟
سبتها تتثبت، اديتها بعد كده شويه شوربه من شوربه الكوارع، ورحت حاطه حاطه على وشها، حط شويه فلفل عليها ده. بص دي حبه فلفل بصاك كده، ايه عليها عصير ليمونه كمان، ممتاز تمام. احلى طبق شوربه، ماشي. بحبها قوي الفلفل صراحه. فلفل وليمون، فلفل وليمون. وطبعا حمرت معاها الاول اللحمه، انا حطيت اللحمه جنبها عشان ايه تملى الطبق كده، تملى العين. تملى العين. حمرت اللحمه ازاي؟ حمرت اللحمه ان انا عملت لها، حطيت السمنه، نزلت اللحمه، قطعت فلفل يا رومي يا حامي معاها. يتحمر الفلفل مع اللحمه هيغير من طعمها، يعني هيخلي طعمها احلى طبعا. وفي الاخر اديتها يعني معلقه صغيره من الخل، معلقه صغيره بس مع السمنه، وقلبتها معاها شويه، ورحت حطها ايه زي ما انتم شايفين كده مع الا ايه الكوارع. الرز بقى، الرز المعمر اللي عملناه باللحمه، الخطير الخطير ما شاء الله. الرز المعمر ده طبعا مشهوره بقى بحيره جدا. طواجن، صواني، اي حاجه بيبقى دي. بص بقى انا عملتها كده، خدت حتتين لحمه منها سلقاهم، بصوا الحلاوه، ورحت ايه اهو بص الفلفل ازاي جميل ازاي، ده غير الريحه، غير الريحه. خدت حتتين لحمه منها سلقاهم، ورحت ايه مقطعاهم صغير قوي، وحطهم مع الايه بس، ورحت حطاهم مع الرز، قلبتهم في الرز، دهنت الطاجن او الصينيه بالسمنه، حطيت الرز مع اللحمه، بعد كده رحت مدياها ايه الرز المعمر. ده حكايه وسهل جدا جدا جدا، يعني اعملي عارفين السهل الممتنع، هو ده سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، بس تشوفيه عظيم، ماشي. حطيت بقى اللبن والميه والملح والقشطه، ودخلتها الفرن، ولا غليت ولا عملت اي حاجه زي ما شفتوا كده، كله دخل الفرن سخن وخلاص. المفروكه بقى، المفروكه الحلو بتاع البحيره برده، اللي عملته حاجه شبه الرقاق الطري، بس بيبقى سمنته ازيد شويه، وسويته وقطعته وحطيت له سمنه وسكر، بس كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين، واستنونا في حلقه جديده من العيد ان شاء الله. وصفر يا بابور، وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء.